هذا فيه ما كان عليه السلف الكريم من الرفق بالبهائم والرفق بالعجماوات امتثالا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أتباعه بأن يرفقوا بذوات الأكباد الرطبة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه، يعني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي رواية قالوا بعض من روى هذا الحديث قال: فشكر الله له، أي فشكر الكلب للرجل الله فغفر الله له لشكر الكلب له. فقالوا: أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل ذي كبد رطبة، في كل ذات كبد رطبة، في كل حي أجر، بهيمة أو إنسانا. وروى ابن ماجة وابن حبان عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الضالة من الإبل ترد علي حوضي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرا. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجرا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني بستان فرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، جمل هذا، حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن. الذفرة هو ذلك الموضع الذي عرق منه الجمل، مر ودنه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسكن الجمل، وفي رواية فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه في العمل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم حتى عند قتلها، لا يتنافى قتلها مع الرفق بها. فقد روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا قبل هذا، يعني كن مضيتي قبل ما تكيها، ألا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات؟ وروى الشيخان عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحاكم بن أيوب فمر بفتية نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوا دجاجة يرمونها حتى تموت، فقال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم، صبر البهائم هو ربطها ورميها حتى تموت.